نص بلوشتس بعيد على خمسة تقريبا، تمشي 50 كيلومتر. غادي ندوزو طريق ديال التاخدين، المهم الناس اللي عارفين بلاصة شحال تاخدين في الطريق. بعدا غادي نخرجو ندوزو طريق الجدد ديال الطريق ان شاء الله. المهم نتمناو تبارطاجيو الفيديو بين الناس اللي عندهم اللايك، نتمنى يشوفو الفيديو بزاف. كاين ناس اللي في المغرب ولكن بعاد، نتمنى تبارطاجيو الفيديو من تخرج من الحصة. خرجوا دابا من هنا ناحية الزهرة، نطلعو على سوق النيل إلى يعجبوهم، نهبطو على برجلين حتى في البيت، وغنطلعو إن شاء الله على السبت، ونخليكم مع الطبيعة. نتوما كما كتشوفو دابا رحنا خرجنا من يعجبوهم، قربنا نوصلو لبرجلين إن شاء الله. ونخليكم مع الفيديو تستمتعوا بجمال الطبيعة والغابة ما شاء الله. هاد الفيلاج اللي غندخلو ليه دابا سميتو حريرة، ولا يني حريرة واش من حريرة هدا مسمين عليه حريرة، كيفاش تسمو عليه حريرة ما نعرف. المهم هاد الفيلاج هدا الصغير هو هنا مدرسة ومسائل، يعني بوست انا ديال هادي هنايا كاين هنا البوست ديال الفوريستيا، يعني ديال البراك ديال كيحداو الغابة. حنا دابا في حريرة، دابا من هاد النقطة هادي كتسمى تافوديت وسير حتى للسد. دابا هنايا تافوديت قبيلة ايت سيدي الحسن الشرفة. Thank you.
نتوما دابا كما كتلاحظوا شوفوا السد فين كاين، راه الفيل ما قليل السد راه مازال ما عمرش كما كيبان لكم دابا باش وصلنا تما السد خاصني تقريبا ما بين 17-18 كيلومتر هذا نوصل فيه، كاين اللي فيه راجات بزاف الحدوره. عاد غادي نرجعوا للطريق الرئيسيه الطريق الوطنيه، عاد عاود غادي نضرب واحد المسافه عاد غنخليه في الطريق عاديه، الطريق واحد الطريق خاسره شويه، الطريق ديال كتجيب من هو الماس لمكناس وكاين هي قديمه دابا راه ديزوست السد، دابا راه سدها الماء ما بقاتش كتفوت لو كيدوز الطريق الجديده. انا غادي نوريكم الطريق القديمه والطريق الجديده ان شاء الله باذن الله. دابا غنتحرك باش نكمل الهبطه في هاد الحدوره هادي، الحدوره يا سلام الطريق صعيبه شويه ولكن الحمد لله يعني زوينه، من الهيل اللي صعيبه شويه كتكون العقبه. احنا دابا وصلنا للسد الماء واش يا العشيرات هانيا شي مزيان الله يسلمك انا عاود ثانيه وقت كتصور وقت كنصور اصاحبي ولا راه التليفون اخر هو يا سلام والله الا شي زوين ديجا جيت انا ديجا تبحر انا عاود ثاني بقي ديالنا اللهم بارك اسيدي اللي واتصلي بهم بقي وزر الوطن مشيت قبلها وزر الوطن اليوم غتصلي بينا الجمعه اليوم غديري نخطب الجمعه اللهم بارك. قبيله راه ما كانش الريح دابا باش تعرفوا وصلت عند الماء، كاين الريح مجهد هنايا الريح ديال السد كيعطي البرد مزيان، يعني كاين الريح هنايا مجهده غير يعني كتمشى بالموطور ولكن كاين الريح اصلا واخا تكون واقف. تبارك الله اللهم بارك. الطريق هادي راه مقطوعه، الطريق اللي دايز فيها انا دابا راه مقطوعه، تشوفوا الحاله ديالها بحال هكا تقولوا راه خاسره اصلا هي حابسه وقطعها الماء. انا غنوريكم منين قطعها الماء والبلاصة أصلا فاش أنا صايق دابا نشوفو الجناب هاديك بصرا كان فيها الماء، البلاصة لي أنا دابا واقف فيها كنت نصايق فيها الموطور راه كانت عامرة بالماء، راه ملي كينفسو داكشي علاش كينقص الماء كيهبط للسد لاخر، مرة كان هادشي كله كان عامر بالماء. هنا ما عندك فين تزيد، لكن أنا غادي نزيد. سير تزيد سير 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 الكودرون هو هذا وخرج ليه جي راي تما خرج الكودرون هذا هو السد، السد الاول جا كيعتبر من اكبر السدود، راه مازال ما فيه حتى 1% ديال الماء، راه البلاصه كامل اللي كنت جاي فيها من الاول راه كلها غصه تاع مرض، يعني كندوك بلاصه راه وسط الجبل يعني الحته هذيك الغابه راه هي تما خصها وصلت حتى تما يوصل هو البروغرام ديالهم. راه حلو القبائل من هنايا قبيلة كاين قاع حدا من البلاصة هاذي، البلاصة كتسحب ليا قبيلة مكنتش شي سد كبير مازال معمرش مازال خاصو باقي باقي غيزيد شي بارا قليل و كيخليوه منفس مكيسدوش داكشي علاش مكاين ديما كينفسو، كاينين الناس لتحت في برجلين على جنب الواد كيسقيو الجرابي و الماشية ديالهم كومبليتا في السد ديال سيدي سليمان ديال هاديك النزرة تاع سيدي سليمان، يعني ضروري خصو يبقى منفس خصو يتسد في الفترة. تبارك الله راه ما شاء الله غير موصل تبارك الله الماء تبارك الله اللهم بارك. راه من هنا وسير راه إلا بغيتي توصل دابا من هنا فاصل إلا بغيتي تخرجنيش باختصار للباراج راه خصك 3 كيلومتر عاد توصل للباراج فين بعيدو فين دايرين باني الباراج. ورايا راه كاينه شي 3 أخرى مع في ربعه، يعني كاين شي 6 كيلومتر ولا 7 في الطول ديالو، والعرض ديالو كاين ما بين 2.5-3 كيلومتر في العرض. كنت باغي نصور ليكم فوق دوك الجبال راه ولكن جيت مطار وصعيب باش طلعت تما، خصك على الأقل واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع تقدر توصل لراس الجبل، وباش توصل راس الجبل خصك كيما قلت لكم 3 سوايع ولا 4 راه بزاف. كاين مرة أخرى إن شاء الله. هاهي لاطون ديال 20 هنايا غادي نباتو إن شاء الله تاع الصباح.
تشوفوا تعشوا كذا، راه كان عامر بالماء، كان وصل حتى للطريق حتى لهنا كيما قلت لكم، كينفسوا السد من التحت داك الشاش كينقص الماء، نفسوه من هنا. يعني هاد البلاصة كانت كلها ماء، البلاصة اللي تشوفها مشققة بسبب الشمس اللي تشوف كانت كلها ماء. ولكن دابا راه ما يعني السد كيطلق كينقص الماء، ولكن دابا ان شاء الله يعاود يعمر شوي بشوي. ها مسخيت ناشطين والمجرمين. شوك 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 فين هو الموتور ديالك؟ وين ضحيحة؟ الله يحفظك. انا عاوتاني فين هو الموتير؟ الموتير شي دار ويلي، انا نصور لك فيك الموتور. خويا دريس عاد كيوصل للسلعة هو، مرحبا بيه. الله ينور. مرحبا بيه عندنا في بلادو، مرحبا بيه. حنا مرحبا بينا عند البلاد. دريس ها هو مسكين في خزنة ناعس، ناعس مسكين ها هو. ويتك 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 على الكاسيلا. انا عاوتاني شي معلق عندكم هنا؟ حولي ناضي 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 زوينه صح. واش بلا لا كاينه الروينه ما كاينه صاحبي، كاينه شي ناضي المقاتله. ها زالا زالا سكوت سكوت. الأمواج الهادئة والخوت وقت غنجي لتحت. وقت غنجي لتحت الخوت وانوار، وكنت غنجي لتحت. حق الله حطيت رجلي على واحد الحجرة، وحطيت رجلي بغيت نجلس هي تهود. واو واو طلع لي ملك تخنط شرا غارقة كل الناس بالصنارة. انت واحد الصنارة هنا، ها هو السبيب ديالها، ها هو السبيب ديال الصنارة. وين نقرع فاش داير السبيب. ناكل اخويا ناكل ناكل. ها ادريس حتى الصبحيه ان شاء الله وتشوف الطبيعه ولا بنادم وخبيش. هذا غاسد وفيه بغينا مشينا للبحر. اللهم بارك. واش تريبي؟ ها هو تريبي بنادم. شوف شوف ياك ها ها تريبي هذاك. عادي عادي تريبي. مع الطريق راه ما سالفهاش 30 راه 35 غير دوره ديالو.
بالدوره ديالو مع من البودره من راسها مصاوبين من ديك البلاك اوف ديال ايه واجي تي الحد ديالو 45 45 كيلومتر هنا يعني داكشي اللي غتمشي من هنا خميسه ديريكت هاد الدورو غير هنا عاد تخرج ما تطلع المكناس مرحبا بكم البداية طبيعة رعاق راه كان الماء هنا خويا لا ياك اخي درت راه كي تنقص كينفسو من تحت اصاحبي كينفسو باش كيعبد الماء للسد ديال المزرعة والناس بالرجلين ولا شي كلشي كيسقي جرادي السيف دوار راه مازال غيزيد فاش عمرو نزل لا قلت لك مازال يزيد البلان ديالو فين دايرين غيوصل غيوصل حتى لنسد الجبل ديك البصره وغيوصل حتى دوك الناس الفوق يعني دوك الديور اللي دزت عليهم مهدومين دوك راه خداو التعويض ديالهم وخرجوا من البلاد هادوك دابا اللي باقيين تما حتى هما تعوضوا غير هما مازال وصلوش لما يوصلوا من نهار توصل نهار توصل وقتهم يحيدوا اخويا كاين الناس راه مازالين كاينين كاينين لا 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 حتى هادوك غيوصلهم الماء صاحبي غير مع الوقت عارفين مازال الحال ماشي مشكل ها انتم كتشوفوا هنا راه قرب المغرب شتاو سلم يا مساء الخير حنا شعلنا العافيه دابا ان شاء الله باش نسقوا الطاجين كنا غنديروا الطاجين صدق في الاخير غير شويه ديال اللحم درنا الطاجين لا والو انا اللي خلاو لي حقي ديال الغدا ديال الطاجين حيتاش انا ما جيتش معاهم في الاول انا كنت عندي خدمه ما جيتش تافت العصر هاد جيت عندهم وصلت مسخسخ هانتوما كتشوفو داكشي يا سلام مع لي طون ديالنا الموتور هو هدا الموتور لاخر كاين لداخل ديال لي طون كوزينة راه هي الخضرا الدجاج معلق صباح الخير عليكم هانتوما كتشوفو دابا غنخرجو نصورو ليكم الصباح والشمس وكلشي والشروق واخا تعطلت واحد شوية كنت باغي نفيق بكري نسبق قبل ما تطلع الشمس ولكن تعطلت شويه في النعاس ما ضربتنيش الفيقه بكري نتوما كيما كتشوفوا داكشي يا سلام غنخرجوا دابا نشوفوا كي داير على برا اوكاك طويجين بات حتى الموتور نعمر بالماء باش يتلاقى انت كنتي كي تبان لكم البارح الصوره بالليل جيت معطل دابا كتبان كلير واضحه تبارك الله الشمس يعني ما لقيتهاش طلعت بزاف يلاه كي شي نص ساعه ما وصلاش كنت باغي نفيق مع الشروق اللي جاو ولكن تعطلت معليش لا بلاص العافيه فين شعلنا النار العواد المهم كانت ليله زاهيه ما نعاود لكمش يا سلام تريب شي حاجه يا سلام ملي كتزيد الجوله والسفر ولا طونط والخلا شي يا سلام يعني هاد الاجواء هادو الطبيعه واش كتريح النفسيه من ستريس ديال المدينه سطا الطوموبيل حتى الروينه الخدمه كتجي هنا كتلقى الكالم لهنا كتسمع غير الموجه انا ناعس وكنسمع الموجه ديال الماء كضرب واخا خفيفه والله الا كنسمعها وانا في بلاصتي لداخل ديال لاطونط قبل ما نخرج من لاطونط كنسمع الموجه الهدوء هنايا والله العظيم داكشي يا سلام وصلنا للنهايه ديال الفيديو نتمنى يعجبكم الفيديو واللي بغى يخيم هنا مرحبا به راه ما كاينش اللي يهضر معاه القضيه مزيانه هنا ما كاينش اللي يقول لك شي حاجه مرحبا بالجميع.